وللمزيد من المتابعه انضم الينا المهندس مدحت البكري مدير الاداره العامه لنظم المعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. استاذ مدحت اهلا بحضرتك. كيف سيتم التعامل مع اليات طرح الافكار ومناقشتها من خلال المنصه باشمهندس مدحت؟ اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. هي الحقيقه منصه حوار زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هي قناه اتصال بين الحكومه والمواطن من جهه وبين الحكومه والخبراء المتخصصين من جهه اخرى. المنصه دي طبعا جاءت بتكليف من السيد رئيس مجلس الوزراء لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وطبعا بناء على التوصيات اللي جاءت في المؤتمر الاقتصادي 2022. طيب يعني يمكن اتفضل. كنا بسأل على شكل هذه المنصة، هل هي صفحة على المواقع، هل هي موقع، يعني ما شكل هذه المنصة؟ هي موقع على الانترنت بيحمل عنوان hwar.ibc.gov.eg. المنصة دي بتتيح للمواطن ان هو يشارك في الموضوعات اللي بتهم الحكومة في مختلف القطاعات سواء كانت اقتصادية او اجتماعية، وبيقدر ان هو يعمل تسجيل على الموقع، بيحط البيانات الاساسيه بتاعته، وبعد كده يقدر ان هو يشارك في المنتدى الحوار اللي احنا كنا بنتكلم عليه. بالاضافه كمان ان في سكشن خاص بحوار الخبراء، ودوت بيضم الخبراء المتخصصين في القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه المختلفه اللي بتود الدوله ان هي تحصل على اراء المتخصصين فيها، وطبعا في عدد كبير من الموضوعات في الوقت الحالي مطروح، الخبراء بيقدروا ان هم يشتكوا في الموضوعات المختلفه دي على اساس ان احنا نوصل لخارطه الطريق الاقتصاديه للدوله المصريه طبقا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي. طب باشمهندس مدحت، هل تتوقع اقبالا من المواطنين على استخدام المنصه في ضوء تلك الفرصه غير المسبوقه التي تعتمد للمره الاولى للتعبير عن الراي؟ هو الحقيقه يمكن دي مش اول مره ان المركز يطرح تطبيقات تفاعليه وخاصه بالحوار المجتمعي، يمكن كان لينا تجربتين سابقتين، واحده منهم في المؤتمر الاقتصادي وكان فيها برضه نافذه خاصه بالافكار والمبادرات، والحقيقه يمكن جه للمركز حوالي 700 فكره وموضوع ومبادره تم طرحهم من قبل المواطنين، وبالفعل تم فرد الافكار دي كلها، والافكار اللي كانت ذات جدوى تم عمل جلسات نقاشيه تفصيليه مع اصحابها والخروج بتوصيات وارسالها لمتخذ القرار طبعا كله فيما يخصه. صحيح. فانا بتخيل ان شاء الله يعني اجابه على سؤال حضرتك ان شاء الله هيكون في تفاعل وزخم في المنصه ان شاء الله. اكيد متابعين مع حضرتك هذا الملف الهام. المهندس مدحت البكري مدير الاداره العامه لنظم المعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اشكرك جزيل الشكر.